لا ديري 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 رشيد هات السيد رشيد السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار العملية اللي كدار كل سنة في المركز ديال التكوين والتفويض للنساء بمناسبة شهر رمضان المبارك، كيعرف واحد المجموعة ديال العمليات التضامنية مع الفئات الهشة والفقيرة، ومن بين هذه العمليات اللي كدار كاين توزيع القفاض ديال رمضان من طرف مؤسسة محمد الخامس، وكذلك من طرف الحاج ميلود الشعبي، وكذلك هناك السلطات المحلية اللي كتساهم هي كذلك بهذه القفة وكتساهم وكتسهر على توزيع هذه القفة بمشاركة الأطر وإدارة المؤسسة. وهناك مجموعة ديال الجمعيات اللي كتشتغل في هذا المجال بعد ما كتاخذ ترخيص من عند السيد باشا المدينة، وتتقوم واحد المجموعة ديال العمليات كالإفطار الافطار اللي تيتم في المركز كذلك لفائده واحد المجموعه ديال الناس كالافارقه كالسوريين وكذلك الفئات الهشه طيله شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رمضان مبارك سعيد يدخل على المغاربة وجميع المسلمين جميعا إن شاء الله بالصحة والهنا. كما تتشوفوا المركز خلال هذه الفترة ديال شهر رمضان من كل سنة يسهر على توزيع يسهر على مجموعة من العمليات ديال توزيع بما فيهم قفط رمضان. هذا العام درنا تقريبا واحد سبعة ديال العمليات ديال التوزيع بتنسيق مع السلطات المحلية، واللي تنشكروا بهذه المناسبة السيد العامل صاحب الجلالة اللي تيقوم بواحد الدور كبير في هذه المدينة. وهذا وزعنا ديال مؤسسة محمد الخامس، وزعنا ديال القفة ديال الشعبي، وزعنا مجموعة من الجهات المعنية، ولكن دائما بيتنسق مع المركز والأطور ديالو اللي تنوفروا لهم واحد الراحة هنايا، واحد الاستقبال، واحد الظروف حسنة. وكذلك المركز يعرف مجموعه من العمليات ديال الافطار بما فيهم السوريين بما فيهم الافارقه بما فيهم الابناء المتخلى عنهم. كذلك هناك بعض الجمعيات ان تتبغي تحيي واحد السهرات فنيه دينيه روحانيه، تنوفروا لها الدعم المادي واللوجيستيكي بالمركز، وتنتمنوا على جميع المحسنين انهم تاهما يمدوا لي يد العون يمدوا يد العون الفئات الفقيره والهشه، والله راه غيتحتسب لهم هذا الشيء هذا في الميزان ديالهم. وشكرا.